مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج من جهة رابعة. نستضيف اليوم السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، تشرفنا بوجودك اليوم. خليني أبدأ بملفات الفساد اللي كشفتها الوزارة. عملت الوزارة في مدة قصيرة وما شاء الله كشفت الكثير من الفساد والذين يأخذون الرواتب وهم أساسا ما محتاجين. شلون تعاملتوا ويا هذا الملف وش قد العدد المكتشف لحد الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمشاهدين الأعزاء. احنا يعني مع بداية عملنا في الوزارة استلمنا وزارة ضخمة جدا، هي في حقيقتها وزارتين مدموجة في وزارة واحدة وفيها ملفات تتعامل مع ملايين من المواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة. في نفس الوقت احنا كحكومة خدمة وطنية كما أعلن في البرنامج الحكومي لدينا أولويتين أساسيتين، الأولى هي تقديم الخدمات والثانية هي محاربة الفساد، وكلاهما مرتبط. كلما يعني التناسب عكسي فيما بينهما، كلما قل الفساد زادت الخدمات والعكس كذلك صحيح. لذلك وضعنا في أولوياتنا في الوزارة التركيز على تفعيل الخدمات، وهنالك عدة خدمات تقدمها الوزارة لمستفيديها بالحقيقة عشرات الخدمات. في نفس الوقت هنالك هذه الآفة التي تضرب بالجسد العراقي منذ أكثر من 30 عاما، ولكنها ازدادت سوءا وشراسة في خمسة عشر سنة الماضية، وهي آفة الفساد. لذلك لابد لكل عامل يريد أن ينجز عملا حسنا فيتقنه أن يلتفت إلى هذه الآفة ويضع المعالجات العملية والمعالجات الواقعية. ملفات الفساد في الوزارة أكثر من نوع، ومعالجتها في أكثر من طريقة. المقصود في سؤال الشيل القضايا التي تتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية. طبعا شبكة الحماية والحماية الاجتماعية بشكل عام هي الرعاية الاجتماعية وكذلك ذوي الإعاقة، فيها نوعين من أنواع الفساد الحقيقة. النوع الأول هو هنالك مافيات شبكات تتواجد داخل المؤسسات الوزارة نفسها من خلال بعض ضعاف النفوس، سواء كانوا موظفين أو باحثين أو ما إلى ذلك. هؤلاء يتعاملون بالابتزاز مع المستفيدين من خدمات الوزارة. على سبيل المثال أنه كما نسمع كثيرا ويسمع المواطنين أنه فلان مثلا يأخذ 50,000 أو 500,000 أو مليون دينار بالمقابل يجيب لك الكي كارت، بدل ما تنتظر أشهر أو لسنوات هو يطلع لك إياها سريع. هذه جهة من القضية. الأخرى تتعلق بالمتجاوزين على شبكة الحماية، وهذا يتعلق بعموم المواطنين ما يتعلق بالموظفين. طبعا هنالك بعض التواطؤ، ولكن بشكل عام الأكثرية هم يعني يتجاوزون على شبكة الحماية بدون تواطؤ. هو يقدم معلومات مخطوئة على سبيل المثال، يعني مو بالتعاون لما يطلع الباحث، أغلب مو بالتعاون مع الموظف، إيه لما يطلع الباحث يأخذه إلى غير بيت يوديه إلى غير مكان. أوكي. وبعضهم لا، هو بتواطؤ مع نفس الباحث، الباحث أو الموظف ما يروح لا يدقق ولا يحقق ولا يشوف، وإنما هسه مرة متواطئ ومرة يستحي من عنده، جاي عن طريق شخص مثلا يعرفه، يقارب صديق كذا. فبالتالي الذين تجاوزوا على الشبكة عشرات الآلاف. شلون تعاملت مع المواطن وشلون تعاملت مع الموظف فيما يتعلق بالشبكات التي توجد داخل بعض دوائر الوزارة؟ تعاملنا معها بحزم، شكلنا عشرات اللجان، بدأنا برصد هذه الحالات، نستمع إلى الشكاوى ونستمع إلى الإبلاغات والإخبارات التي تأتينا من المواطنين. تم كشف العشرات الحقيقة وكلها صرحنا عنها، بعضها بالتعاون المباشر مع هيئة النزاهة، نعم، وتم إلقاء القبض على هؤلاء، وبعضها بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وبالتعاون مع استخبارات وزارة الداخلية، وتم اعتقال عدد غير قليل من هؤلاء طبعا. ولا زالت جهودنا مستمرة، وبالتأكيد تعاون المواطنين معنا سيساعدنا على كشف المزيد منهم، لأننا لازلت أنا شخصيا لازلت أسمع إلى الآن ويصل إلى مسامعي أن هنالك من يأخذ أموالا من الناس في مقابل أن يوعدهم بإظهار الكيكارت، مع أننا عملنا على أطلاق وجبات واضحة. أول وزير يقول واضح عندي. أول وزير يقول أني أسمع لحد الآن تصني شكاوى وتصني كذا، ولكن كثير من المشتكين للأسف الشديد يرفض أن يعطيك الاسم، يرفض أن يتعاون معك للتسجيل، يقول خاف من العشائر، خاف قوامة، خاف فصل، خاف من المشاكل. إحنا طبعا رسالتنا إلى كل مواطنينا، من يتعاون معنا، من يقدم هذه الخدمة، هي خدمة للعراق، خدمة له وللأسرته وللوزارة ولكل العراقيين، سنحفظ المعلومات، لن نظهر الأسماء ولن يتعرض إلى أي ضرر أو ضغط. يعني ما رح تستخدم الوزارة أبداً اسم المواطن الذي يخبركم عن معلومات صحيحة. لذلك إلى الآن هل سمع أحد أن فلان من المواطنين
أبلغ عن غيره، احنا كشفنا عشرات واكثرهم كشفناهم من خلال الاخبارات بمساعدة مواطني. طبعا مساعدة مواطني، لكن حفظ سرية المبلغ او المخبر بالتأكيد هذه واحدة من واجباتنا. الجزء الثاني هو المتجاوزين على شبكة الحماية. احنا نكتشفهم بطريقتين الحقيقة، الأغلبية تم اكتشافهم من خلال تقاطع البيانات، مقاطعة البيانات مع مختلف وزارات الدولة. طبعا تقاطع البيانات كان فيه تلكؤ كبير، لذلك أنا أخذت قرار من مجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات تعاملت معنا وأصدرت كتب وأرسلتها إلى كل وزارات ومؤسسات الدولة والدوائر غير مرتبطة بوزارة، والتعاون فيما بينها وبين وزارة العمل كبير، وحين تصلنا بشكل مستمر الأقراص عن كل الموظفين المتعاقدين الأجور اليومية. لذلك نكتشف بالتدريج، لأن بعض الدوائر بعد ما مكتمل قواعد بياناتها. جهد. هذا من جهة. من جهة أخرى، باعتبار أن من يمتلكون عجلات واحدة من آليات الكشف، كشف المتجاوزين على الشبكة، من يمتلك عجلة أنه يمتلك سيارة، فوين تلقاها مسجلة بالمرور سيارة موديل 2020 و2016 و2018 و2023 و2022 وياخذ راتب؟ ياخذ راتب. طبعا هذه واحدة من أدوات الكشف، أيضا ساعدتنا على كشف عشرات الآلاف من المتجاوزين. سؤالك أنه ايش قد العدد اللي وصل لحد الآن؟ الآن احنا تجاوزنا 185,000 متجاوز تم اكتشافهم خلال الأربعة أشهر الماضية تقريبا. ممتاز. ياخذون رواتب؟ ياخذون رواتب. طبعا احنا كل من نكتشفه نخبر كل أجهزة الدولة، نمنع تعاملاتها مع كل دوائر الدولة إلا أن يقوم بالتسديد، يجيب كفيل ونبدي باسترداد كل الأموال. إحنا ما عدنا يعني وزارة العمل لا تتعامل بالغرامات، وإنما استرجاع الأموال. استرجاع. نعم، لأن ما عدنا وفق القانون الغرامات. استرجاع الأموال. استرجاع الأموال. لذلك إحنا لغاية شهر أيلول وصلت الأموال المسترجعة خلال الأشهر القليلة الماضية 170 مليار فقط المسترجعة من المتجاوزين. طبعا 170 مليار الأموال ضخمة، يعني هم تقدر اللي زين. هذا مهم. ال 170 مليار رجعت إلى خزينة الدولة أم تستفيد منها وزارة العمل؟ لا، هي حاليا ترجع إلى صندوق الرعاية الاجتماعية. زين. وإحنا اللي قمنا به أنه الأموال المسترجعة، أخذنا قرار مجلس الوزراء أيضا لأن الأموال المسترجعة يشمل فيها عوائل جديدة، لذلك إحنا بدأنا بالشمول إذا حضرت التابعين قبل إقرار الموازنة. من جتنا هاي الأموال؟ من الأموال المسترجعة. وأيضا وضعنا أنه حتى نشجع المواطنين على الإبلاغ، لأنه أنا أسمع كلام الناس واتصلني من الموظفين بعض المحافظات، مثلا يقول أفرض في المحافظة سين بها 100,000 يتقاضوا الرواتب الرعاية الاجتماعية، أكو 10,000 متجاوز، أنا إذا بلغت عنهم ذول 10,000 هم أبناء المحافظة، فيجوز تروح المحافظة صاد ما استفاد من عدن. خذنا قرار أي متجاوز يتم كشفه الأموال تصرف إلى عائلة من نفس المحافظة، ما تنتقل إلى محافظة أخرى. وهذا يوديني إلى سؤال مهم جدا، هل ترى بنفسك تحديا لأن يكون عمل وزير العمل السيد أحمد الأسدي فوق الطائفية أو فوق شبهات الطائفية التي قد تطال وزارات أخرى؟ يعني أنا الحمد لله أستطيع أن أدعي أنني بعيد كل البعد عن هذه الساحة والمساحة، ولست جديدا عليها، وإنما أكثر أنا عملت ابتداء من قبل 13 سنة تقريبا في مجال المصالحة الوطنية في مكتب رئيس الوزراء في عام 2011، وهو مجال بالتأكيد ينفتح على كل المساحات في الوطن، هذا أولا. ثم ثانيا عملنا في الحشد الشعبي في عام 2014، أنا كنت جنديا من جنود الحشد الشعبي بالإضافة إلى كوني ناظر باسم الحشد الشعبي، وطيلة 4 سنوات يشهد بها الجميع كنت متوازنا وأتعامل ب وطنية عالية لا أقترب من هذه المساحة أبدا، مساحة الطائفية. هذا واحد. اثنين، لا أستطيع أن أتحدث كثيرا عن طريقة إدارتي للوزارة، ولكن ولله الحمد تشهد جميع المحافظات هذه الطريقة. أنت حضرتك من ده تقول أنه أني المحافظة اللي أكتشف بها استفادة غير شرعية فنرجعها إلى نفس المحافظة. والآن كل المحافظات الـ 15 محافظة المعنية بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كل أهالي المحافظات يشهدون سواء كانت محافظاتنا الجنوبية أو الفرات الأوسط أو الوسطى أو المحافظات الغربية أن الشمول كان وفقا للنسب السكانية ومستوى خط الفقر، ولم نميز بين محافظة وأخرى، فنشمل من المحافظة سين أكثر مما تستحق ونقلل من المحافظة صاد ونعطيها أقل من استحقاق. هذا راح يوديني إلى المناشدات اللي وصلتني عن طريق من نواهنا أنه حضرتك راح تكون الضيف. بعض المناشدات وصلت يقولون قضاء قرمة بالأنبار 24,000 نسمة، الوجبة الخامسة إن شملوا 20 شخص فقط. الوجبة الخامسة اللي أعلناها يوم الثلاثاء. أي. إحنا أرسلنا إلى وزارة التخطيط 65,000
800 تقريبا. زين. اللي نعتقد وفقا لبحث الباحثين انه هؤلاء مستحقين ان يشملوا براتب الرعايه الاجتماعيه. وفعلا احنا عاده لسنا من نحدد من هو دون خط الفقر ومن هو فوق مستوى خط الفقر، وانما وزاره التخطيط وفق خوارزميه موضوع موجوده لديها في دائره الاحصاء، هم يقولون لنا يعني من الالف اكو 5% ما مشمولين، ذولي فوق خط الفقر. لما رجعت لنا الاسماء طبعا هي الوجبه الخامسه، وقبلها احنا اطلقنا عده وجبات ايضا. أي. هذه الوجبه حقيقه كان الاعداد الذين هم فوق مستوى خط الفقر اعداد كبيره غير متوقعه، يعني من 65000 13800 تقريبا فوق مستوى خط الفقر، يعني ما يقارب ال 20% تقريبا. لذلك طبعا احنا حينما نعلن، احيانا نعلن كل محافظه وكل قضاء كيف يتم التوزيع. مثلا محافظه الانبار، افرض الانبار بها 3500 أسرة يستحقون راتب الرعاية الاجتماعية، توزع هاي 3500 على أقضية المحافظة وعلى نواحيها وفقا للنسب السكانية وخط الفقر. لكن وفقا للتوزيع أرسلنا مثلا من قضاء القرمة 500 أرسلناهم إلى وزارة التخطيط، جاءتنا الإجابة من وزارة التخطيط 500 مقبول من عندهم 200 و300 فوق مستوى خط الفقر. احنا بعد ليست لدينا الصلاحية، يعني وزارة التخطيط هي من تحدد. احنا وراها شو نسوي؟ عادة ورا شهر نفتح باب الاعتراض، وباب الاعتراض أيضا مدته شهر، من حق كل أسرة أن تقدم. لدينا في كل محافظة قاضي مختص ينظر بقضايا الحماية الاجتماعية. زين، بس يعني لأنه العدد كبير أحمد، وزارة التخطيط صار لها سنين تصفط أرقام علينا. لا هم عندهم خوارزمية. انا كنت اعتقد انهم مثلا هم يدققون الاسماء، تبين لا هم يدخلون كود دخلوا بالجهاز. تعتمد انت بثقه على مخرجات وزاره قانونيه؟ مو هي مقضيه اعتماد، ما اقدر، مو شغلي قانونيا. القانون يفرض انه من يحدد مستوى خط الفقر وزاره التخطيط. نعم. لذلك احنا شنو سوينا بيوم؟ فتح باب اعتراض فوري، فتحنا باب الاعتراض بشكل فوري، واليوم ارسلت فريق برئاسه الاخ رئيس الهيئه الى وزاره التخطيط، وجلسوا مع دائرة الإحصاء لغرض معالجة بعض الإشكالات في نفس الخوارزمية، وطلبت من عندهم تحديث السيستم والنظام. ليش طلبت التحديث؟ لأنه سابقا كان اللي عنده بنكة، اللي عنده مبردة، اللي عنده ثلاجة، زين، ذول كلهم وفق السيستم يعتبر فوق خط الفقر. اللي عنده عجلة حتى لو مديلها ثمانينات يعتبر فوق خط الفقر. أنا شنو سويت؟ أصدرت توجيهات بشكل واضح، طبعا ما يسمح لي بالقانون، اللي عنده مبردة واللي عنده ثلاجة، لا اللي عنده مكيف ايضا. قلت لهم هذه من اساسيات الحياه، احنا واجبنا وفق نظامنا وفق قانوننا ما نقدمهم متبرعين به الناس، لا ما نقدمهم الرعايه. شنو الغرض من عندها؟ ان نوفر العيش الكريم، الحد الادنى للعيش. ترى ما تعطي 250000 300000 هو هذا الحد الادنى للعيش في الحقيقه. فالمكيف الان اصبح من ضرورات الحياه وهو يساوي الحد الادنى للعيش، لا يختلف. عدلت من هذه المعايير، عدلت منها. كذلك العجلات، قلت العجل اللي عمرها اكثر من 10 سنوات شرط ان تكون خصوصي، يعني مو نقل عام لوري او بيكام وتستخدم بالاجره. اي عجله خصوصي عمرها اكثر من 10 سنوات لا تشمل بايقاف راتب الرعايه الاجتماعيه. لذلك اليوم طلبت من عندهم ان يعدلوا لي السيستم، لانه ربما هذا السيستم هو اللي طلع هاي الاله. معقول بيها صح حاليا هذا السيستم الجديد لو راح تعملون يعني بي. اليوم وديت الشباب الى وزاره التخطيط وتحدثت مع سيد وزاره التخطيط، طبعا تحية للدكتور محمد، هو اتصل معي البارحة وكان مستعد انه يرفع السيستم كله يشيله من وزارة التخطيط يخليه يمنى بوزارة العمل، لكن هي قانونين ما تصير وفق القانون الا نعدل القانون، وفق القانون كنت تبقى وزارة التخطيط. لذلك كل الأقضية مثلا البارحة اتصلوا من اكيد يسمعوني، اتصلوا احد الجروبات عدد من نواب الموصل وقالوا بان ال 5000 في الموصل، اول مرة قالوا الشمول قليل، طبعا الموصل 5000 وشوية العدد المضبوط وفقا لنسبها السكانية، لانه المشمولين 52000 الموصل إذا تقسمين عدد نفوسه اللي هو حوالي 4 ملايين نسبتها السكانية 5000 وشوية، ما مقللين معتها ولا واحد. فقالوا لي 5000 اللي طلعوا كلهم من سهل نينوى، فأنا رحت جبت الأوراق وبعثتها اليوم طبعا للنائب أحمد الجبوري والنائب الشمري والعدد من النواب. التوزيع على الأقضية، قضاء الموصل مركز الموصل 2000 وشوية، قضاء تل عفر حوالي 800، قضاء سنجار حوالي 300، الحضر 196، الحمدانية 500 وكذا، تلكيف 300 وكذا. فالتوزيع نوزع أقضية محافظة ثم أقضية ثم نواحي على النسبة السكانية وخط الفقر. وواضح التعاملات مع جميع النواب المحافظة، مع الجميع. لذلك نعم ربما في هذه الوجبة، الوجبة الخامسة، بعض الأقضية ربما العدد فيها قليل لكن ليس بالرقم اللي ذكروه.
ليش؟ لان انا البارحه تحدث كثير من الساده والسيدات النواب وكانوا ممتعظين جدا انه الاعداد لمناطقهم ما موجوده ومو قالوا قليل، يعني ما يتجاوز 20. بعد ان دققنا اليوم وياهم وبعثنا لهم الارقام، كل منطقه بها 300 وبها 400 وبها 250، مع ذلك كل المناطق التي ظهر فيها عدد قليل، طبعا ميسان انا البارحه تحدثت في ميسان ايضا وصلتني مناشده حولها، طبعا الحقيقه كل ويطالبون بزياده حصه طبعا ميسان اللي يجونا فقط دون خط مستوى الفقر من اللي ارسلنا حوالي 4000 446 تحت خط الفقر و3500 فوق خط الفقر، لذلك وجهت بفتح باب الاعتراض وان شاء الله كلها تعالج باذن الله تعالى. ان شاء الله الوجبه السادسه شو وقت؟ يعني احنا ابتداء راح نسوي ملحق حتى نعالج بهاي الاشكالات اللي صارت بسبب السيستم. جيد. ثم اعلنت انا اليوم، احنا اليوم كان عندنا احتفال بذكرى تاسيس الوزاره، مضى على تاسيسها 84 سنه الله يبارك فيك. ف وجهت الحمايه الاجتماعيه في الكلمه انه من اليوم يبدون بالاستعداد لاطلاق الوجبه الساسه، ان شاء الله ما تستغرق اكثر من 3 4 اسابيع نكملها باذن الله. 84 سنه عمر الوزاره اليوم. 84 سنه. شلون تقيم عملها خلال هاي السنوات العشرات السنوات الماضيه؟ طبعا هي ابتداء سنه 39 تاسست في 21 ايلول كانت وزاره الشؤون الاجتماعيه. ثم في عام 1967 اصبحت وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. سابقا الوزاره كانت من الوزارات الغير مرغوب فيها في زمن النظام السابق، بحيث كان الذي يعاقب من المخابرات من الامن من باقي الاجهزه يصير وزير، لا ينقلوه الموظفين ينقلوه لوزارة، ماكو عاقب بكت صدام يعاقب يصير وزير يروح القصر النهائي الموظف يودوه الموظف خطيه يودوه ينقلوه وزارة العمل، يعني كانها صار عباره عن موقع للعقوبه. فكانت حتى غير يعني غير معلومه عند الناس. بعد 2003 تغيرت النظرة إلى وزارة العمل ولكنها بقيت نظرة محدودة لحين إقرار قانون الرعاية الاجتماعية رقم 11 لعام 2014 وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية. طبعا كل احنا كنا مواطنين في ذاك الزمن لكن ما كنا نسمع أنه أكو شيء اسمه رعاية اجتماعية، بينما هي كان معمول فيها يعني كان أكو رواتب طبعا يعني كانت أكو منذ أيام الملكية موجودة يطون رواتب للناس يطون رواتب بس المن أولا محدودة جدا بحيث الناس ما سامعة بيها وما يعرف الآليات شلون آلية التعامل معها. اي لكن لما تأسست هيئة حماية اجتماعية في عام 2014 بدأت هنا بوضع الآليات الكفيلة بإيصال هذه المعونة إلى جميع مستحقيها. طبعا فلسفة الوزارة هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يعني مهمة الدولة أن توفر لمواطنيها العمل المناسب حتى يستطيعون من خلال عملهم توفير العيش الكريم لعوائلهم. حينما تعجز الدولة أما من خلال عدم قدرة الوظائف العامة على الاستيعاب أو عدم قدرتها على خلق وظائف في القطاع الخاص توفر لكل المواطنين إمكانية العمل، يجب على الدولة وهذا ما معمول به في كل الدول المتقدمة أن توفر لهم ماذا؟ الحد الأدنى للعيش. هنا تجي الرعاية الحماية الاجتماعية اللي هي الشؤون الاجتماعية، فهي مهمتها الأساسية هي توفير فرص العمل كوزارة عمل من خلال دعم القطاع الخاص. و لذلك احنا عندنا قلت لك وزارتين، وزارة عمل ووزارة الشؤون الاجتماعية. انا تجولت في مختلف الدول المحيطة بالعراق فضلا عن الدول البعيدة، كل الدول الاقليمية تقريبا الدول العربية عندهم وزارتين، وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل. لذلك وزارتنا هي وزارة كبيرة. طبعا انا اقول لما جيت للوزارة خلال العشرة اشهر الماضية للامانة الوزارة حينما دخلتها هي بحاجة كانت بحاجة الى تفعيل، بحاجة الى شوك صدمة حتى تحرك كل قطاعاتها. الحمد لله بالتعاون مع كل كوادر الوزارة استطعنا أن نولد هذه الصدمة وتسر الفعالية في كل مفاصل الوزارة، وسنستمر بذلك إن شاء الله. ولدينا المزيد أو الكثير من المشاريع والأفكار والرؤى إن شاء الله يسعنا الوقت لنوفق لإنجازها خدمة لمواطنينا ولشعبنا إن شاء الله. دائرة الرعاية الاجتماعية اليوم إيش قد ترعى كم مواطن؟ اليوم إحنا مع إطلاق الوجبة الخامسة وصل عدد الأسر التي ندفع لها راتب الرعاية الاجتماعية حوالي 1,960,000 أسر؟ نعم أسر وأفراد بس معظمهم أسر. عدد الأفراد المستفيدين من راتب الرعاية الاجتماعية 7 ملايين نسمة. عدد كبير طبعا. احنا كيف نحصل الأفراد؟ لأنه راتب الرعاية عادة يبدأ من الشخص الواحد، مثلا للعاجز للمعاق للمرأة المطلقه والارمله، لا الفرد يعني إيه. ثم يزداد الراتب مع كل فرد يزداد 50,000، فنعرف عدد افراد الاسره. اليوم احنا واصلين الى اكثر من 7 ملايين، هذا ما ينطيك مؤشر على
أن هناك فشل تقريبا في سياسات المتابعة الاقتصادية في الدولة؟ أنا مهمتي وين؟ مهمتي كوزير عمل وشؤون اجتماعية، مهمتي تتركز باتجاهين. الاتجاه الأول هو العمل على إيجاد فرص عمل للشباب. بالضبط. عندنا طبعا مئات الآلاف من الشباب المتزوجين يتقاضون رواتب رعاية اجتماعية، لذلك احنا نتحرك في كل المجالات، في إحصاء العمالة الأجنبية، الضغط على الشركات الكبرى من أجل تشغيل الشباب العراقيين، وكذلك احنا عدلنا قانون القروض وأصبحت القروض كبيرة التي تقدم للشباب، إن شاء الله ننتظر فقط يصلنا التمويل حتى نباشر بها. هذا جانب من جوانب شغلنا. والجانب الآخر، أنا مسؤوليتي القانونية والأخلاقية، كل أسرة لا تمتلك دخلا شهريا ثابتا يحقق لها العيش الكريم، مسؤوليتي أن أوفر لها راتب الرعاية الاجتماعية، طبعا بالتأكيد من خلال ما يوضع من موازنات يقرها مجلس الوزراء ويقرها مجلس النواب. أكو زيادة برواتب الرعاية الاجتماعية؟ حاولنا في عام 2023 أن نحصل على هذه الزيادة، وتحدثنا مع السيد رئيس الوزراء، كان داعم ابتداء لموضوع الزيادة، لكنه وصلنا إلى مرحلة أصبحنا نقارن بين أمرين، نخير بين أمرين. أولا المخصصات تبقى قليلة قياسا بالعجز الهائل في عدد العوائل الذين لا يمتلكون قوت يومهم بسبب السياسات وبسبب سوء الإدارة الاقتصادية وكثير طبعاً من الإدارات. وصلنا إلى، تدرين الآن إحنا عندنا 1,900,000، يعني أنا استلمت حوالي، من بلشت حوالي 1,400,000 اللي يستلمون الرواتب، لما فتحنا باب التقديم الإلكتروني قدموا لنا ملايين، بدينا بتطبيق تقاطع المعلومات، اللي صفى عندنا اللي جاهزين للبحث 1,800,000 أسرة، غير 1,400,000 اللي تقاضوا الرواتب، وعندي 1,600,000 شاب عاطل عن العمل. أكو عندنا يعني تركة ثقيلة وأزمة كبيرة في الحقيقة، وبالتالي مسؤوليتنا أن نوفر لهؤلاء العيش الكريم. بالموازنة صرنا أمام خيارين، أن نرفع، أنا طلبت زيادة على الأقل، يعني قدمت طلب أنه تكون زيادة على الأقل 8%، وطلبت لما يعني انحصرنا بالتخصيصات خلي تكون زيادة للأرامل وللمعاقين، العجزة والمعاقين والأرامل. مع ذلك لم أحصل على هذه الموافقة. ليش؟ لأنه العوائل المحتاجة إلى أن تشمل حديثا هي أكثر بكثير من الزيادة التي تستحقها هذه العوائل، فإحنا صرنا مخيرين بين أن زيادة بين أن نزيد 700,000 جديد أو لا نزيد 100,000 بس نزيد الرواتب، خذول شلون؟ فذهبت الإرادة، توجهت التشريعية، الوزارة إلى الإرادة التشريعية، إحنا رأينا كان أنه نحقق الاثنين، نزود 8%، وكنا نعتقد أنه بإمكاننا هذا. أنا قدمت الطلب يعني لو مزودين تخصصاتنا 750,000,000,000 كان بإمكاننا أن نزود إلى 8%. نأمل أنه إن شاء الله على السنة القادمة نستطيع أن نحصل على هذه الزيادة. السنة القادمة منتهي الموازنة يعني؟ لا طبعا، هو هذا الفهم غير صحيح. الموازنة ثابتة نعم، ولكن وضعت مادة في الموازنة تقول تسمح بالتعديل، تسمح بالتعديل يعني بناء على طلب وزيري المالية والتخطيط وتصويت مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب. جيد. اليوم شفنا مبادرة لحضرتك باحتواء أصحاب المحتوى الهابط مثل الشاب اللطيف اللي اسمه أبو تسكيبة اللي احتويته، فشنو هاي الرسالة اللي حبيت تقدمها من خلال هذا الاحتواء؟ يعني احنا وزارة جماهيرية، وزارة شعبية. نعم. وزارة مهمتها مو مزدوجة بل هي متعددة المهام، لكن ترتكز مهامها على القضية النفسية. مهمتنا أن نتعامل مع نفسيات الناس. اليوم الشعب العراقي، ما مر به العراقيون لم تمر به أمة على وجه الأرض على أقل في السنوات 40-50 الماضية، حروب، قمع، اضطهاد، هجرة، تآمر من القريب والبعيد، ضائقة اقتصادية، حصار اقتصادي دولي، ما مر به شعب من الشعوب 12 سنة العراق من 91 أو من 90 إلى 2003 هو محاصر، احتصار، حصار كارثي. كل هذه انعكست على نفسية الناس وانعكست على طريقة عيشها. احنا لما نجي اولا كدولة وكحكومة، وثانيا كوزارة مختصة كجزء من هذه الحكومة وكجزء من يعني مساهمين في رسم سياسة هذا البلد، علينا ان نتعامل مع الناس بما يرفع عنهم الحزن، الضائقة، نتعامل مع الحالات اولا بنفسية المعالج وليس نفسية المعاقب، نفسية القريب وليست نفسية الشامت أو المتصيد أو المتعالي على الناس. لذلك كل حالة ندرسها من هذا المنظور. لما تدرس أي حالة للموظفين سيادة الوزير؟ طبعا، أنا صار لي الآن إحنا بالشهر 11 أنا أتعامل مع موظفيني بكل حب،
لم أتعامل مع الموظفين يوما أنني رئيسهم مرؤوسين. هاي القضية الروحية اللي تتعامل بها ويا المواطن، الموظفين أخذوها وتعاملوا بها مع المواطنين؟ طبيعية ست منى، يقول الحديث الشريف المروي بغض النظر عن صحته من عدمها، كيفما الناس على دين ملوكها، الملوك لا يقصد به شرط الملك، وإنما كل مسؤول إذا كان المسؤول نموذجا سيقتدي به موظفيه حتما. لذلك إحنا جرنيني إلى أرجع أتحدث سياسة، مشكلتنا في العراق على أقل في 20 سنة الماضية، فضلا عن قبلها، طبعا قبلها باعتبار لا نتحدث عن ما قبل 2003، لأن زمن الدكتاتوريات لا يقاس به زمن ولا يمكن أن نقيس عليه نجاحا أو فشلا، هو زمنا كارثيا. لكن بال20 سنة الماضية، واحدة من أسباب الفشل، واحدة من أسباب الضعف، واحد من أهم أسباب الخلل، أننا افتقدنا إلى القدوة والأسوة. لما نفتقد القدوة يحدث ما يحدث ويجري ما يجري. الآن السيد السيستاني الله يطول بعمره إن شاء الله، السيد السيستاني واحد من أكثر المؤثرين في العراق، فضلا عن أنه تأثير حتى خارج العراق، لكن واحد من أكثر المؤثرين في جميع العراقيين، الشيعي وغير الشيعي، المتدين وغير المتدين، من يؤمن بمرجعيته ومن لا يؤمن بها. ليش؟ واحد من أهم أسباب أنه قدوة وأسوة، تتأسى الناس به وتقتدي به، وكثير آخرين ممكن أن الإنسان يقتدي بهم. ذلك على كل وزير، على كل مدير، على كل وزير، على كل مدير قسم، أي مسؤولية، أن يكون قدوة لموظفيه، كما لرب الأسرة أن يكون قدوة لأسرته. إحنا ستونا حتى نعالج الفساد ونحارب الفساد لن نستطيع أن نقمع هذه الآفة، سالقضاء عليها غير ممكن باعتبارها هي آفة عالمية وليست في العراق فقط، ولكن تقليلها إلى الحد الذي يحولها إلى مرض كأي مرض آخر يمكن السيطرة عليه وعلاجه، لن نستطيع ذلك إلا لم يتحول محاربة الفساد إلى قضية اجتماعية. للأسف الشديد لا زال الفاسد والمفسد بيننا محترم، يستقبل في الأعراس وفي الفواتح وفي المجالس وفي المناسبات. يجب أن مو يقول عندنا بالحديث قابلوا أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، شنو معناتها؟ شنو الغرض من أصل التوصية؟ لما هذا يجي المرتكب الخطأ، لما أني أغندب بوجهه وأنت تغندبين بوجهه وذاك يغندب بوجهه، سيرى حصارا اجتماعيا، هو أوتوماتيكيا يروح يبحث عن الأسباب فيعالجها. أما إذا إحنا نشبقه بالأحضان خوشين بعد مش تبقى الأمور السيئة على حال. بهذا الخطاب ذكرتني بالطلاب شلون يتأسون بقدوتهم. نعم. المدرس وبآبائهم وبأمهاتهم، وخليني أسأل على منحتهم اللي كانت يفترض أن يعمل بها في الموازنات اللي أقرت بالبرلمان. نعم سيعمل بها، رح يأخذون رواتب لو أكملنا قاعدة البيانات، باعتبار إحنا كوزارة عمل وشؤون اجتماعية مسؤولين عن توفير قاعدة البيانات للأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية. فقط الأسر المشمولة؟ طبعا فقط الأسر المشمولة يعني بالرعاية الاجتماعية. لا 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 مو كل الطلاب، فقط الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية. إحنا أكملنا قاعدة أولادهم يأخذون رواتب. عندنا حوالي 2,400,000 طالب تقريبا. زين. أكملنا الربط الشبكي مع وزارة التربية. جيد. والأسبوع القادم سنبدأ كما يسمى البث التجريبي، سنبدأ بإرسال الأسماء إلى وزارة التربية، لأنه مع بداية شهر العاشر ستبدأ وزارة التربية بإعطاء هذه المنحة 30,000 دينار لطلبة المدارس. يعني تنطي من خلال الوزارة؟ أنا ما أعرف الآلية الوزارة اللي من خلال وزارة التربية. من خلال وزارة التربية إحنا علينا أن نوفر لهم قاعدة البيانات. البيانات والأموال. نقول لهم أنه هاي أسماء الطلبة اللي هم عندهم طبعاً بالتأكيد في وزارة التربية، هؤلاء الطلبة يستحقون المنحة لأن هذول من الأسر المشمولة بالإعانة الاجتماعية. اللي طلبة الابتدائية 30,000 شهرياً، متوسطة والإعدادية 50,000، وزارة التعليم العالي لطلبة البكالوريوس 100,000 شهريا، والدراسات العليا 150,000 دينار شهريا. مشكلة اجتماعية وأخلاقية أيضا تواجه المجتمع العراقي من خلال مافيات التسول سيادة الوزير. نعم. مافيات التسول واضحة ومسيطرة بالشوارع العراقية وكلنا نشوفها من نطلع. هل تستطيع الوزارة الحد من هذه الظاهرة أم أن المافيات أقوى من الوزارة؟ طبعا هو واحد من مهام الوزارة، ولكن ليست مهمة خاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإنما هي مهمة مشتركة مع وزارات أخرى. جي. ومن أهم هذه الوزارات بالتأكيد هي وزارة الداخلية. لذلك إحنا عقدنا عدة ورشات لمناقشة ظاهرة التسول، وتحدثنا بشكل واضح، أجرينا مجموعة من الممارسات من خلال رصد شبكات التسول في بعض التقاطعات وبعض مراكز المدن، خصوصا في مركز مدينة بغداد، واتخذنا قرار بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتحدثنا معهم بشكل واضح أيضا حول هذا الموضوع، وأعتقد كثير من المتحدثين ظهروا بالإعلام سواء من الداخلية أو من العمل تحدثوا عن هذه القضية، أننا بدأنا بحملة
لشمول عوائل الأطفال خصوصا المتسولين، شمولهم براتب الإعانة الاجتماعية، ولكن كانوا محتاجين طبعا. طبعا هم أغلبهم محتاجين. بالنسبة للأطفال، الأطفال الذين يستخدمون في التسول أغلبهم عوائلهم محتاجين، لكن تستخدمهم عصابات تطيهم الفتاة وتأخذ ما تبقى، يعني تشغلهم طبعا بهذه المهنة. مافيات مسيطرة يوميا، الفجر تنتشر هاي المافيات باب الشرجي، بتقاطعات في بغداد، بتقاطعات المحافظات، يأجرون الأطفال هذولا، يأخذوهم طبعا، يتفقون وياهم انه انت ايش قد انت لك يومي 10,000، روح هذا التقاطع جيب لي 50,000 مسيطرة على هذه المافيات. استبعد ان الاحزاب بحاجه الى هذه القضيه، لكن هي عصابات اجتماعيه. لعد ليش الوزارة الداخليه ما تقدر تحلها بالتعاون مع وزاره لا العمل؟ لا تقدر ان شاء الله تنحل، ان شاء الله يعني هم ابداوا استعدادهم، انه لان احنا ردنا نطلع حملات، بس قانونيا ما نقدر احنا وحدنا نطلع حملات، لازم بالتعاون مع وزاره الداخليه. لازم التعاون مع وزاره الداخليه. زين، من اجي على وزاره الداخليه، السيد خالد المحنى يقول قلة دور إيواء المشردين هي اللي تؤدي إلى انتشار ظاهرة التسول، ما مدى صحة هذا الكلام؟ لا طبعا المتسولين في أغلبهم عوائلهم موجودة، مو مشردين، عندهم أب وعندهم أم. أوكي. طبعا لكن إحنا نعم في مجال تدرين دور الإيواء سابقا كانت عند وزارة العمل، نقلت في عام 2015 حينما نقلت الصلاحيات للوزارات المنقولة الصلاحيات، فك الارتباط، نقلت كل الدور الإيوائي إلى المحافظات. المحافظات. أي. وأيضا حصل فشل كبير في هذه القضية، لذلك الشهر الماضي صدر قرار مجلس الوزراء بإعادة ربط الدور الإيوائية مرة أخرى بوزارة العمل. أوكي. وإحنا الآن في طور إعداد التعليمات اللازمة، وإن شاء الله خلال يعني أسبوعين ثلاثة يتم استلام هذه الدور، وراح نباشر في تفعيلها مرة أخرى. ممتاز، يعني راح ترجع وزارة العمل تشرف عليها بشكل مباشر. الدور الإيوائية كلها رجعت ترجع. زين، خليني العفو أرجع على ملف الفساد. في أثناء حكومة تصريف الأعمال كشف عن ملفات فساد كثيرة تتعلق بوزارة العمل، أحدها أكشاك العاطلين اللي كانت يمكن 60 مليار، يعني هو الكشك ما يكلف 1500 كشك، 1500 كشك قيمتها 60 مليار، صار استجواب عليه هذا الوزير في مجلس النواب، أتذكر استجواب استضافة ما أتذكر في وقتها، يعني من كانت السيدة الشداد كانت نائب في وقتها. أوكي. ثم بعد ذلك أحيل الملف إلى طبعا أحيل إلى هيئة النزاهة وراح إلى المحكمة، حكمت المحكمة بحكم ثم استؤنف الحكم، ولا زالت القضية إلى اليوم هي بين قاضي النزاهة وبين هيئة النزاهة. الأكشاك طبعا لن تسلم، ليش؟ لأنه وفقا لقرارات مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، الأكشاك تصرف الأموال من صندوق الرعاية الاجتماعي. أي. 60 مليار، وتم الاتفاق مع مقاولة أو شركة مقاولات لبناها. لكن هذه الأكشاك من اللي يسلمها؟ يسلمها المحافظات، فوزارة العمل يسلمها للمحافظات، والمحافظات تسلمها للعاطلين. فلا المحافظات سلمتها ولا العاطلين استفادوا منها، وهنالك أكثر من 1000 كشك إلى الآن، يعني حتى يمكن بدأت بالاندثار طبعا، لكن يعني تتعب إذا طلعت فهي من جهة بحق. القضية ما بين النزاهة وقاضي النزاهة. نعم. ومن جهة أخرى هذه الأكشاك اللي صرف عليها عشرات المليارات لم يستفد منها، لأنه بعض المحافظات كاملة، يعني محافظة بها 100 و150 كشك كاملة بس كاملة ما جاهزة للتسليم، بس ما حد سلمها إلى الآن، لأن المحافظات معينة. زين، وزارة العمل ما تقدر تتحرك بخصوص هذا الموضوع؟ القانون وقرار لمجلس الوزراء وقبل لا يصير تصريف اعمال من كانت حكومه. اوكي، يعني احابكها عليكم. ما بيها حل، بحاجه الى قرار جديد. ليش مجلس الوزراء ما ياخذ قرار جديد بها؟ لان القضيه بعتها بالنزاهه، ما بين النزاهه لازم تخلص. نعم. وبعدين زين، خليني اجي على قانون العمل، القانون اللي اقر بالبرلمان جديدا. نعم. وهذا يضمن هو. نعم. يضمن حق الموظف في القطاع الخاص في الشركات الخاصه. مو قانون العمل هذا، قانون التقاعد والضمان. قانون التقاعد والضمان. نعم. الاجتماعي، شنو حقوق العامل؟ حقوق العامل الحقيقه هو قانون مقر سنه 1971، فيه الكثير من الحقوق للعاملين، ولكن للاسف الشديد هو غير ملتفت له. يعني كانه اكو اراده جمعيه، يعني احنا ما سامعين به، مع انه قانون ممتاز منذ اقراره في 71، لكن احنا جينا ادخلنا عليه تعديلات كثيره. أي. جعلت منه من اهم القوانين، لذلك انا دائما اتحدث اقول هذا من اهم القوانين الذي اقرت بعد 2003. فعلا أعطى امتيازات. أي. للعامل في القطاع الخاص تجعله مساويا للموظف في دوائر الدولة. يعني هسه أي واحد يشتغل بالقطاع الخاص يدخل على الضمان، يسجل بالضمان، يصير حالة حال موظف الدولة. أنطيك شنو معناتها حالة حال موظف الدولة؟
الآن الناس تتقاتل على الوظيفة العامة ليش؟ على مود التقاعد. على مود التقاعد طبعا، إضافة إلى أنه قطعة أرض امتيازات أخرى. إحنا زي. جينا أولا وضعنا كل هذه الامتيازات، له قطعة أرض كل الامتيازات أخذناها عند قطعة أرض، عند سلفة، عند كل شيء، كل شيء عنده. ثم جينا للراتب التقاعدي. أولا الموظف سابقا في القانون السابق كان العامل في القطاع الخاص اللي يشتغل بيسمونه القطاع المنظم، يعني بشركة، بمؤسسة، بمصنع، بفندق، بقناة فضائية، بمطعم، أكو رب عمل إليه. زين. رب العمل يدفع 12% والعامل يدفع 5% من راتب العامل. هاي ال 17% هي توقيفات تقاعدية تتحول بعد ذلك إلى شنو؟ راتب تقاعدي للموظف. طبعا والدولة أيضا تدفع نسبة. سابقا ما تدفع الدولة. ها أوكي. جينا بالتعديل، قلنا رب العمل يدفع 12، العامل يدفع 5، الدولة تدفع 8. جيد. صارت 25%. شنو يعني؟ الموظف زاد. بالدولة ايش قد توقيفات التقاعدية؟ 25%. 10% على الموظف و 15% على الدولة. سويناه مع الموظف. جيد. هذا أولا. اثنين، جينا لأول مرة، هذا ما موجود في القانون السابق، جينا إذا العامل لنفسه، يعني سائق التاكسي، سائق تاكسي، سائق الكي، أبو اللوري، أبو البسطة، أبو التشمبر، أبو المحل، أي واحد يقدر يسوي روحه ضمان اجتماعي، يجي إن دائرة الضمان يقول يابا أنا عندي هذا العمل، يسجل عمله، نفتح له اسم، يصير عنده بزنس، يقول أنا عندي مخبز، عندي محل، عندي سيارة عندي تاكسي أشتغل بها، عندي تاكسي، عندي كي، أي شيء، بسطية أوكي. بالشارع، ويقول أنا أو وحدة خياطة مثلا عندها بالبيت، أي شيء، أي شيء، هو كبة لنفسه، يقول أنا أطلع حتى هاي 500 كبة تسوي أي شيء، أي شيء أشتري من عندها ماتي بس تجينا فدوك الله زين. يقول أنا 500,000 في الشهر، هو يقرر إيش قد الدخل الشهري، يقول لك أنا عندي 350 مثلا أو 500,000 حتى لسهولة الحساب يعني. زين. فإيش قد يدفع من عندها؟ يدفع 5%. يعني يبقى دافع 5%. إيه توقيفات تقاعدية. يعني يبقى 5%. ما يدفع 5%. ما يدفع مثل. لا 5. أي. 5% ما تكفي. الدولة تدفع له 15%. تدفع ثلاث أضعاف ما يدفعه هو. إذا دفع 25 إحنا ندفع له 75. هاي كلها تصير توقيفات تقاعدية. هسه هنا صار عنده توقيفات تقاعدية، العامل لنفسه والعامل بالقطاع المنظم. ويقدر هسه أي أحد يجيك يقول لك أيوة. أنا أريد أسوي ضمان لنفسي. يجي يقدم دليل يقول يابا أنا هاي سيارتي، هذا محلي، هذا كذا، سجله يمنه، كل شيء مضمون، ويجي كل شهر يدفع. شلون يصير الراتب التقاعدي؟ القانون السابق كان الراتب التقاعدي لمن يكمل 60 عاما من عمره و30 عاما من العمل يحال إلى التقاعد. نعم. زينة عدلنا في هذا القانون. قلنا نعم القانون التقاعد الإجباري هو 60 سنة عمر، أي. مثل قانون الموظف القطاع العام و30 سنة خدمة. زين. خلينا التقاعد الاختياري للموظف للعامل بالقطاع الخاص، من أكمل 50 عاما من عمره و15 سنة عمل من حقه يقدم تقاعد اختياري ويأخذ تقاعد حال هذا الموظف. إذا مكمل بس 10 سنوات أقل 10 سنوات فما فوق من حقه يشتري ال5 سنوات الباقية. زين. يشتري قد توقيفات التقاعد يدفعها وصل راتب تقاعدي مثل ما موجود بالموظف بالقطاع العام. حتى الموظف طبعا ممكن يدفع هذه الدو، بس على الاقل يكون عنده 10 سنوات صح. العامل بالقطاع الخاص وضعنا له نفس الاستحقاقات وبالتالي امتيازات كبيره بعد اثناء العمل. اذا اصيب اثناء العمل 30% فما فوق الاصابه يتعالج له راتب اثناء الاصابه الى ان يتشافى. المراه الحامل لها اجازه حمل ولها اجازه امومه ولها كامل كل الامتيازات اللي امتيازات الموظف. اكو نقطه مهمه اخرى، عدم تمكين رب العمل من انهاء عمل العامل. طبعا هاي زعلت من عندي كل ارباب العاملين بس انا اعلنتها وجاي اقولها باستمرار. نعم لا يحق لرب العمل ان ينهي عمل العامل الا بحجه قانونيه، يعني مو ما ينهي فور ايفر. ها اوكي لا. اوكي حجه قانونيه يعني حجه قانونيه عندك. اي اللي هو شنو؟ لا يحق لرب العمل ان يخلص عمالته. وشون ينهي؟ مثلا عدي 20 يقول انا بعد ما اقدر ما احتاج اريد 10. زين. الا بموافقه شخصيه من وزير العمل، وهذه صلاحيه لا تخول لاي موظف الا وزير العمل شخصيا. يعني الان كل بريد يجيني كل اسبوع تجيني عشرات الطلبات، شلون يوافق وزير العمل؟ لازم اطلع لجنه تفتيشيه. زين. تروح لهذا المطعم او لهذا الفندق او لهذا المحل او لهذه الشركه وتفتش عليها وتتاكد فعلا انه الشركه انخفضت مصالحها، خفض انتاجها، عندها سبب منطقي يخليها تخفض العماله لتقليص العماله، يلا نسمح بان يتوقف راتب العامل والا كلها جيدة. مجبور رب العمل يستمر. بس وين ضمان الشركه؟ وين ضمان رب العمل؟ وشنو ضمانه حتى يجي يسجل يمكم؟ شنو ضمان رب العمل الافراد؟
يعني ضمان الشركة، ضمان المؤسسة، المصلحة تكون مضمونة. شلون؟ أي. هذا العامل، عفوا رب العمل اللي عنده 50 عامل 100 عامل، افرضي عامل بناء ويشتغل بالطابق العاشر زين ووقع من الاسكلة وانكسر ظهره، رب العمل يتحمل مسؤوليته لو لا؟ طبعا. شلون؟ اذا مضمون رب العمل كل شيء ما عليه، يقول يا بابا دافع لكم ضمان، الدولة تعطي العلاج وتعطي راتب تقاعدي وتودي للمستشفى وتبعثه الى خارج، كل شيء يحتاجه مدفوع على الضمان. من قبل صندوق الدولة. الضمان يتكفل بكل هذه التفاصيل، رب العمل ما يدفع ولا دينار. بينما ذا هو ما مسجل الضمان، وش اسمه؟ اسمه الضمان، يعني يضمن للعامل حقه في الحاضر ويضمن لأسرته حقهم في المستقبل. بالضبط، واحنا هم نريد نضمن حق العامل وبالتالي نقلص من حقوق رب العمل حتى لا نفتح المجال دائما للشركات. لجنة يسموها لجنة التشاور الثلاثي، احنا مسؤوليتنا كوزارة عمل ان نعنى بالعمال، بالعامل، واصحاب العمل. واحنا نمثل لجنة التشاور الثلاثي تمثل ثلاثة اطراف، الحكومات والعمال واصحاب العمل. فاحنا نمثل الحكومه، احنا نمثل التوازن بين العامل ورب العمل. بالتاكيد لولا ارباب العمل، لولا اصحاب الشركات، لولا اصحاب المصانع لتوقف القطاع الخاص، لتوقفت الدوره الاقتصاديه في البلد. دورهم عظيم، دورهم كبير، نحن لسنا ضدهم وما نريد نقلل من همتهم ولا نريد نفرض عليهم اشياء خارجه عن طاقاتهم. بالعكس نحن معهم، ولكننا ابتداء مع العامل، نحن مع العامل ومع رب العمل، لتكون علاقه متوازنه تنتج قطاعا خاصا داعما للدولة ومساعدا للمواطنين. ممتاز. بالنتيجة القطاع الخاص مهم جدا لتقليل الفقر في البلاد وفتح لا الباب لا يمكن أمام بدون القطاع الخاص أن تنجح أي دولة من دول العالم. ممتاز. لا يمكن. ممتاز. هو الأصل في الدورة الاقتصادية. الوقت بدأ يخلص بسرعة وما أريد أكمل اللقاء بدون ما دينينا من بالسياسة، يا ريت يدينونا بس إحنا عندنا مقدسة نشرتنا. فأتمنى من عندك جاوبني على بعض الأسئلة السياسية. حضرتك شلون تتعامل مع النواب؟ والله باعتباري نائب سابق، أنا نائب ثلاث دورات، يعني دورتين وهي الدورة الثالثة، وبالتالي أعرف الضغط الذي يتعرض له السادة والسيدات النواب. صح. من جماهيرهم، وكما يقال الكلمة الطيبة صدقة، لذلك دائما قلبي مفتوح وبابي مفتوح لكل السيدات والسادة النواب، وأقدم لهم ما يمكن تقديمه بلا استثناء. كل النواب، كلهم أحبائي وأصدقائي وإخواني وأخواتي، كل الطلبات مجابة. طبعا الطلبات وفقا للقانون كلها مجابة، والنواب يعرفون يعني هم أنت لازم تسألين النواب عني. يمكن عندما كنت نائبا كنت أكثر حدية وصرامة من اليوم. يعني أنا من كنت نائب بصراحة ما كنت أروح للوزارات، يعني من أقل النواب ذهاب إلى الوزارات، يمكن أنا زائر الوزارتين أو ثلاثة. وفي التصريحات كنت أكثر حدية، يعني حتى باعتبار تصريحات سياسيه، وانا عاده عندي استقامه مو حديه، عندي استقامه بالتصريح بس ما عندي حديه. جيد. يعني باشر عقبه يجيك النائب سجاد سالم اللي يتهجم دائما على حد. ليش باشر اليوم جاني؟ اوكي. سجاد سالم وناظر الشبلي اليوم جاني، قلت له انا بقيه شلونكم، شنو اخباركم؟ قدموا لك طلبات على قدموا لي طلبات برعايه اجتماعيه، تعاملت معهم مثل ما اتعامل مع غيرهم ابدا، وهم سمعوني الان. وقلت للسجاد، استاذ سجاد ما حفظ الارقام، قلت له سجاد ليش وقت تبطل تحكي علي انا؟ زين. لان اخذت فورنا انا نحكي عليك. زين. بطل راح يبطل لو ما يبطل وراء الرعايه. استقبلتهم كما استقبل اي نائب. جيد يعني. نعم. حتى لو نائب من امتداد مثلا. نعم. على الركابي او غيره. كلهم نوابنا ونحترمهم ونقدرهم. طيب. نحترم وجهات نظرهم طبعا ان لم تكن خارج الاطر المقبوله. بالنتيجه خليني اجعل يعني موضوع مهم جدا اخذ مساحته الكبيره بالإعلام خلال هذا الشهر اللي فات، وخليني أسترجع من قصته من البداية. يمكن بيت السيد أحمد الأسدي كان النواة لبناء فكرة تحالف إدارة الدولة. نعم. من بيت حضرتك طلع التحالف، وقربت كان لك دور مهم بتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية لتكوين تحالف إدارة الدولة، وأكيد كان هدفك مهم جدا وسعيت بتحقيقه بشكل واضح ومدروس، وصلت إلى الهدف وهو تشكيل حكومة برئاسة السيد محمد الشيع السوداني، وهو هدف جيد جيد نسبياً بالنسبة للتخلص من مصطفى الكاظمي، فهو جيد. النهاية جيدة، لكن هذا الهدف الجيد اللي وصل السيد معالي وزير العمل اليوم كان إلى ثمن بعض الاتفاقات الهشة مع بعض الأطراف، مثل الاتفاق الهش بخصوص قانون العفو العام. نعم. مع المكون السني. فعلا حضرتك من كتبت نص التعديل لقانون العفو العام أم لا؟
طبعا ابتداء هو ما كان للحكومة أن تتشكل، وما كان صح. لهذا الاستقرار السياسي واللي انعكس استقرارا أمنيا وان شاء الله، ولهذا انا قلت هدف مهم جيد لان احنا خلصنا من فتره الدولة. عصيبه كانت. نعم. فعلا هو يعني بيتي كان واحد من البيوت التي احتوت معظم الاجتماعات التي دارت، وحدثت اتفاقات ان شاء الله هي ليست اتفاقات هشه، هي اتفاقات ثابته. لا بعض الاتفاقات هشه ليست كلها. فيما يتعلق بقانون التعديل الخاص بقانون العفو، نعم انا من كتبت نص التعديل، طبعا تعديلات كثيرة وبالأخير اقترحت هذا النص وأصبح نصا مقبولا، وهو ليس تعديلا لكل قانون العفو، وإنما التعديل يتعلق بفقرة واحدة في قانون العفو، هو تعديل فقرة الانتماء، لأن الأخوة ساقوا الحجة التالية أن الموصل مثلا بقت داعش بها 3 سنوات، وبالتالي هنالك مئات الآلاف من البشر هو مجبور يستقبلهم مضيفة، مجبور ياخذون يا صور، مجبور يطلع يتمشى يمهم، فكل واحد هذا اللي استقبلهم مضيفه، هذا اللي طلع الصوره وياهم. بس انت شددت معالي الوزير ولن تخفف. هسه القضيه هذه مناورات سياسيه. التعبير كان فيه تشديد بالانتماء. بالنتيجه هنالك محاورين معي ولم اكن وحدي. دقيقه. من صار؟ بس رحمه على اهلك. السنه وافقوا على هذا؟ اي طبعا. مع بعض التعديلات. يعني بعض التعديلات على الصياغة أضافوا هم تعديلات على الصياغة، لكن لم تغير من المحتوى الذي وضعته أنا أساسا. يا نائب سني أسئلة يقول لي ما وافقوا على هذا التعديل. لا شون ما وافقوا على إدارة الدولة إذا ما وافقوا على التعديل؟ التعديل نزل في نص الاتفاق السياسي ونزل نفسه في البرنامج الحكومي موجود بالمنهج الوزاري. إيه؟ هو هذا نفس اللي حضرتك بالاتفاق السياسي اللي وقع عليه السيد الحلبوسي والسيد خميس الخنجر والسيد أبو مازن والسيد المثنى السامرائي، كلهم وقعوا على هذا النص طبعا. وهم يعلمون جيدا ان فيه تجديد وليس تخفيف. لا هسه من يقول يعلمون؟ الانتماء من وجد اسمه. لا لا من يقول يعلمون؟ هم تعاملوا مع نص. زين. النص هو ان يعني ما اريد اقول هو ظاهره الرحمه وباطنه العذاب، وانما النص كان الغايه من عنده، اولا شمول غير المنتمين فعلا لداعش وللتنظيمات الارهابيه بالعفو. زين. ولكن التشدد على المنتمين وعدم السماح لاي نص بإخراجهم من السجون. يعني بس له ظهر وبطن. يعني هي هاي المشكلة، بعت لهم العنوان وأخذت المضمون. لا لا مو هيك. لا أنا أخو الأخوة يعرفوني المفاوضين السنة، ربما أنا أكون من أقرب المفاوضين لهم. ولهذا كان بيتك هو الراعي لتحالف إدارة الدولة. الأخ رئيس المجلس السيد الحلبوسي قال لي انتقلنا قبل التوقيع بساعات، انتقلنا لبيته فقرينا بعض النصوص، وطبعا مو بس هذا أكو اتفاقات كثيرة، فهو قال لي يا بت على كيفك انت باعتبار شوي انا متمكن من قضايا اللغه. أي. فاحيانا بالصياغات فخرب لي كم وحده يعني هو بالصياغات، بس هذه كنا متفقين يعني. هذه كانوا متفقين النص. عليها متفقين. هذه مصيبه ان يتفقون عليها. ليش ليش النص يقول؟ النص يقول من وجد اسمه في السجلات التنظيم الارهابيه يعتبر ارهابيا مؤبد 25 سنه على واحد مكتوب اسمه بسجلات التنظيمات. لا 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 عفوا، مقصود بسجلات التنظيمات من ثبت وفقا لتحقيقات الاجهزه الامنيه انه ارهابيا. اجيب لك سجل مال دواء داعشي وكان داعشي وهاي كاتب اسمي واسمك واسم الكل. اعطيك اضافه بعد، هذه الاضافه من وجد اسمه مو من عندي. لا مستحيل. اي والله من بعض المفاوضين الأخوة السنة هم أضافوا. لا مستحيل. إيه باعتبار هم أشد أكثر من اكتوى لا لا بنار لا. داعش وأكثر من اكتوى بنار القاعدة. هم يفهمون أنه ممكن أحد يكون وارد اسمه بالسجلات بس ما مسوي شيء. حضرتك لا لا ذكرت لا. قبل شوية عفوا أكو ثلاث سنين ورود الاسم في السجل المناطق. ورود الاسم في السجل المناطق. هو دلالة على شيء يضاف إليها أشياء أخرى، لوحده لا يكفي بالتأكيد، دلالة على شيء. إن وجد اسمه نروح نشوف التحقيق شنو أثبت، اثبت هو منتمي او غير منتمي. نص للقاضي او حضرتك هسه تقول لي مو طبعا اني احنا نقصد المكون السني. اي هذه الفقره اضافها بعض الاخوه يعني هذه من وجد طبعاً. اسمه طيب باعتبارهم ليش؟ ان قلت لك هم بصراحه هم اشد الناس اكتواء بنار داعش والتنظيمات الارهابيه، ايش خلت عندهم؟ دمرت بيوتهم، شبابهم، اقتصادهم، وضعهم الامني، فلذلك هم عمل يعني يريدون الا إيه بس يتكرر. بالنتيجه اكو كثير من الدواعش اللي بالسجون ياكلون ويشربون، هم كاتلين 600,000 واحد. اي هذا مو يمنع، هذا يتعلق بالقضايا القانونيه، يتعلق بمصادقه رئيس الجمهوريه بتنفيذ وزاره العدل. الشهر الجاي راح يجي اردوغان، راح تسلم عليه طبيعي تكون موجود بالوفد اللي يستقبله؟ حتستقبله لو لا؟ شنو المانع؟ طبعا طبيعي، أردوغان رئيس جمهورية لدولة جارة وصديقة، تركيا ليست دولة عدوة، هي نعم متجاوزة على حدود العراق، هي محتلة لأراضي العراق، هي
تتجاوز على حقوقنا في المياه، لكن هذه القضايا تحل بالطرق التي مرة بالطرق الدبلوماسية، مرة من خلال الحوارات، مرة من خلال المفاوضات، مرة من خلال استخدام كل الضغوطات الممكنة للدولة ولأطرافها العاملة فيها أن تستخدم كل آلياتها وأساليبها للحصول على استحقاقاتها. أما أردوغان فهو رئيس دولة جارة. معالي الوزير، خليني أستذكر أني وياك بداية تصنمك لمنصب وزير العمل عفوا، حضرتك وسيد وزير التعليم العالي الدكتور نعيم العبودي، كثير من قالوا أن هناك فيتو أمريكي حول تنصيبكما كوزيرين في حكومة الإطار التنسيقي، فعلا أكو شيء؟ لا لا، هو غير صحيح. ابتداء أن يكون علينا فيتو أنا والأخ أبو منتظر دكتور نعيم، فهذا شيء مو كل شيء ضوجنا صراحة نسبة للتاريخ أكيد حيفرحك ولكن في الواقع هو ماكو فيتو أمريكي على أي وزير. ليش؟ لأنه أوكي. هذه قضية سيادية تتعلق برئيس الحكومة وبالقوة السياسية المشكلة لإئتلاف إدارة يعني الدولة. يعني ماكو هالحكي الأوفر مال أمريكا تتدخل في اختيار الوزير الفلاني؟ لا أبدا، غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح. لا أمريكا ولا أي دولة أخرى، الحكومة ولا إيران، ولا أبدا لا أمريكا ولا إيران ولا أي دولة أخرى تتدخل في اختيار. أنا أتحدث عن حكومتنا، ما لها علاقة بالحكومات السابقة. في هذه الحكومة اختيار الوزراء كان اختيار السيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. همين من بيتك؟ جزء منها، جزء منها. ماكو تدخلات إيرانية، جيد، هذا يطمن. زين، خليني أيضا أسألك عن أيضا الاتفاقات اللي حاولت تقرب بها من وجهات النظر كانت بين الكرد والعرب. نعم. وشفنا تداعيات ما حصل في كركوك أثناء فتح المقر، اللي أيضا حضرتك كنت جزء من الاتفاق حول فتح المقرات في كركوك. إحنا طبعا ستمنى إحنا عندنا هنالك قدر محكومون فيه. زين. هذا القدر يقول أكو مكونات ثلاثة رئيسية مع المكونات اللي هم المكونات الكريمة العزيزة الأقليات اللي هم جزء من مكونات الشعب العراقي الأصيلة، لكن عندنا السنة والشيعة والكرد، مكونات أساسية كبيرة. هذه المكونات قدرنا أن نتعايش، قدرنا أن ندير الدولة بشكل مشترك، إضافة إلى قدرنا هنالك قدر صنع لنا في 2003 صنعته الولايات المتحدة الأمريكية في احتلالها للعراق، ثبت هذا القدر. جيد، عندي مقر مال عمليات مشتركة يمثل هيبة الدولة في كركوك، ليش انطيتها للكرد؟ ها، احنا طبعا ما تحدثنا بهذه التفاصيل، وإنما قلنا اوكي ما دخلت بهذه التفاصيل العميقة. هنالك من أراد أن يدخل بهذه التفاصيل، لكن نحن ذهبنا إلى القضايا العمومية، لأن عادة يقولون الشيطان يكمن في التفاصيل. صح. التفاصيل فيها إمكانية للمناورة، فيها إمكانية للمناورة. الأصل هو فتح جميع المقرات في صلاح الدين والأنبار ونينوى وكردستان كذلك. خليني أسألك سؤال أخير، واحد في كركوك في كردستان، يعني لنا في آخر ثواني ولهم. في آخر ثواني من البرنامج معالي الوزير، أين ترى نفسك؟ مناضلا ضد صدام، مقاتلا ضد الأمريكان، وزيرا للعمل أم رئيسا لهيئة الحشد الشعبي؟ طبعا كل التي ذكرتها هي مراحل، مرت مراحل عمرية، مرت نفتخر بها ونعتز بها، ويبقى الحشد الشعبي بالنسبة لنا هو العنوان الأقدس، والفترة التي نستطيع أن نقول هي أجمل وأنصع فترة قضيناها من حياتنا، حينما كانت شيبة الحشد تتجول بيننا وكنا نتبعه اتباع الفصيل لأثر أمه، وحينما كانت نصائح السيد السيستاني حاضرة في أذهاننا وحاضرة بين أيدينا. شنو المستقبل بالنسبة لأحمد الأسدي؟ ما يرتضيه لي العراقيون سأكون فيه. شكرا جزيلا. شكرا معالي الوزير، وزير العمل وشؤون الاجتماعية سيد أحمد الأسدي. شكرا لكم مشاهدينا في كل مكان، نلتقي غدا.